وأنت تنعي كابتن صفوت عبد الحليم. معنا على الهاتف المهندس عدل القيعي، أولا عشان نطمئن عليه وعشان يعبر عن نعيه للكابتن صفوت عبد الحليم وأسرته. باشمهندس أهلا بيك. أهلا بيك يا عزيز إبراهيم. أهلا وسهلا بيك وألف سلام عليك. وتحياتي لأخونا العظيم حامد عيد. شاغل كرسيك اليوم. ما انا بكلمك بطريقته بقى. انا بكلمك بطريقته. لا قلها له بشكل اكثر وضوحا يا ايقونه. انا الان متدبس في ان احاول ان احل محلك. يا استاذ حامد، ده من حظ المشاهد ان يعني تقتضي الظروف ان ما تمكنش من الحضور عشان نستمتع برضه بعين ثاقبة بتحب الأهلي وتقدر تقول اللي ما نقدرش نقوله احنا بإذن الله. بمناسبة العين، ألف سلامة على عينك بقى، وكان نفسنا تيجي توريهم العين الحمراء بقى. النهاردة حمراء بجد. لا دي حمراء قوي النهاردة. ألف سلامة. التهبت قوي وانا كنت حتى انت مكلمني الساعه 3 قلت لك كنا بنرتب الحلقه. صحيح، الف سلامه يا باشمهندس. يعني ربنا يسهل. اخشى يا باشمهندس، يا باشمهندس انا اخشى ان الحلقه الجميله اللي اتعملت من ملك وكتابه على من داخل النادي الاهلي الرائع الجميل في اليوم التاريخي في التصويت الجمعية العمومية على لائحة النظام الأساسي تكون عين الحاسدين هي التي أثرت فيك، وإن شاء الله إن شاء الله تعود لنا بألف سلامة. يمكن المجهود اللي اتعمل يوميها والصبح بالليل وتعرض للأتربة ربما يكون له تأثير، لكن هيحسدون على إيه؟ المهم يعني لا يحسدوك على أنك أهلاوي. لا يبقى كلنا محسودين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اتفضل يا باشمهندس. بالنسبه للراحل الجميل العظيم الحي الموهوب الفنان الذي له مذاق لا يتكرر. يعني في لعيبه تقدر تقول مين احسن لعيب، يعني مين احسن لعيب، ممكن في لعيبه هايله جدا وهي تستحق لقب احسن لاعب ولكنها نماذج يمكن تكرارها. كابتن صفوت ما تقدرش تشوف ابطا واسرع لاعب في نفس الوقت. كابتن صفوت ما كانش سريع العد، ودي حاجه تخلي اي واحد ما يلعبش كوره، ولكن كان سريع التفكير وسريع التفكير والتنفيذ. صحيح، يعني كنت تعد له واحد اثنين تلاقي الكوره سرو باس ما يمشيش بالكوره ابدا. غيره كان من اصحاب العدو السريع والفكر البطيء، مثلا 6-7 عدات قبل ما يخلص من الكوره. زائد انه عنده مهاره ذهنيه ما شفتهاش. كنت اروح الماتشات صدقني، يعني احنا كنا مجموعه مع كان زميلي رحمه الله عليه مختار اباظه، وكان احيان كثيره يحضر معانا محرم الراغب. كنا نروح في المدرج الدرجه الثانيه ونجيب الصميت عشان نستمتع بصفوه عبد الحليم. وهقول لك سر ان يمكن اللي شد الكابتن صالح سليم ان يتولى مشرفا على كره القدم، وهو كان بعيدا خالص عن الحته دي، قلت له ما تيجي يا كابتن افرجك على فرقه فيها 3-4 لعيبه مدهشين جدا. فطبعا عجبوه، فوجئت انه بيروح يتابعهم في ماتشاتهم، وجالي يوم قال لي انا اتفرجت على ولد ساحر اسمه صفوت عبد الحليم، كان ماتش قدام نادي النصر جاب 6 جوان غلبناهم 6-1. قال لي عمل كل ما يمكن ان يعمل في كره القدم. ولو لقى الجيل ده حد يعني يقوده اداريا ويعلمه الحاجات ازاي يكون لاعب عنده كرامه وياخد حقه من غير ما يطلبه ويدي النادي الحق الاهلي حقه من غير ما يضغط عليه. قلت له والله ما في غيرك يعملها. المهم بعد شهر فوجئت بقبول الكابتن صالح ان يكون مشرفا على كره القدم ويتولى جيل التلامذه، وكان معاه بقى طبعا مواهب صاعده كابتن زيزو، وبعدين انضم اليهم الكابتن خطيب ومصطفى عبده
وكان سمير حسن، وكان كان مجموعه يعني مش عايز انسى حد، لكن كان صفوت صاحب مذاق لا يتكرر. وكنا مره بنلعب بعد كاس العالم اللي تونس غلبتنا فيه في تصفياته 4-1 وراحت بدلنا في الماتش الفاصل، وكان تونس منتشيه جدا بفوزها على مصر، وراحت عملت كاس عالم رائع جدا اظن كان 78. وبعدين انا كان حظي ان اول فريق يروح بعد كاس العالم يلعب ماتشات وديه في تونس، وكان ضد النادي الصفاقسي والنجم الساحلي. ففي مباراه النجم الصفاقسي كابتن صفوت عبد الحليم غير مفاهيم الناس، ثلاث سيروهات، وكابتن طاهر الشيخ يجيب ثلاث اهداف نكسب 3-0. لكن اهات الجماهير كانت كل ما توصل الكوره لصفوت يعني الاهات تنطلق. عمل مباراه تاريخيه. صفوت رحمه الله عليه كان حظه قليل في الدنيا، معظم حياته قضاها مريض، عنده جلطه وشبه قعيد ابعدته عن معشوق كره القدم اللي كان يعني بيشغل قبل الجلطه على طول، كان بيشغل مديرا فنيا ومستشارا لقطاع الناشئين، وظل حتى ليله وفاته في هذا المنصب، واحتفظ به النادي الاهلي في هذا المكان لاخر دقيقه تقديرا له. ولا تاتي الميتة العجيبه جدا الغريبه جدا ان كل واحد في الشقه ويحصل ماس وتحترق الشقه بما فيها منهم رحمه الله عليه ليموت شهيدا. رحمه الله على الكابتن صفوت. وان كان الحلقه عندك النهارده كمان غنيه جدا جدا جدا، ولكن انا سمعتك وسمعت الانترو الموفق بتاعك، وانت ضيفك كفيلان بانكم تجيبوا النادي الاهلي تحطوا الامور في نصابها باذن الله. شكرا جزيلا للصديق العزيز والشريك الدائم المهندس عادل القيعي، والف رحمه ونور على روح الكابتن صفوت.